الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فرمضان هو شهر القرآن، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: ربي منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: ربي منعته نومه وراحته فشفعني فيه فيشفعان له. ففي هذا الشهر العظيم نزل القرآن، والقرآن الكريم هو كلام الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الفصل ليس بالهزل. كلام الله أحسن الكلام وأعزبه وأبلغه، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى رفع صوته قائلا: أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه. وسمع الأصمعي امرأة فصيحة بليغة فقال لها: ما أفصحك وما أبلغك؟ فقالت: أي فصاحة وأي بلاغة إلى جانب فصاحة كتاب الله وبلاغة كتاب الله، وقد جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الإنسان الطبيعي العادي أو المرأة الطبيعية في الأحوال الطبيعية، إذا خافت على ابنها الصغير أو إذا خفت على ابنك أبعدته عن اليم وقلت له ابعد عن الماء حتى لا تقع أو حتى لا تؤذى. لكن النص القرآني يقول: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنه بأعيننا، إنه في عناية الله، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، وإن صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الأمال إلا ميسرا. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ما أن سمعت الجن القرآن الكريم حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. رمضان شهر القرآن، وهو مائدة القرآن، وعلى مائدة القرآن نتعلم، وهو شهر تعليم القرآن وتعلم القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل كل عام في رمضان، يراجعه القرآن، فلما كان العام الذي لقي ربه فيه راجعه فيه مرتين، أي قرأه عليه مرتين. هذا هو شهر القرآن. وفي شأن القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أبين وأوضح من ضوء الشمس في الحياة الدنيا لو كانت فيكم. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟
إذا كان والدها من يحفظ القرآن ويعمل به يلبسان تاجا أبهى وأجمل من ضوء الشمس في الدنيا، فما بالكم بأهل القرآن؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، هم أهل الله وخصته، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. وعندما نأتي إلى الفضل الذي أنعم الله به على أهل القرآن وحفظة القرآن وقارئ القرآن، نجده فضلا عظيما، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، منهم أبي بن كعب. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض القرآن إلا على جبريل عليه السلام: أريد أن أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي: علي أنا يا رسول الله؟ تقرأ علي أنا؟ يستكثر ذلك على نفسه. قال: نعم، عليك أنت يا أبي. قال أبي، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا قال له الصحابي الجليل: يا رسول الله، أذكرت لك باسمي يا رسول الله؟ أقيل لك اقرأ القرآن على أبي بن كعب؟ وفي رواية: أسماني لك ربك؟ أذكرني ربي باسمي؟ قال: نعم يا أبي، لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي. هذا فضل القرآن ومكانة القرآن. ولما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود النخلة ونظر بعض الصحابة إلى نحول ساقه وتبسم أو ضحك بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساق ابن مسعود؟ والله والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أعظم في الميزان يوم القيامة عند الله عز وجل من جبل أحد. وكان من هؤلاء القراء سالم مولى أبي حذيفة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. وكان في الصحابة من؟ سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا طلحة بن الزبير، وسيدنا الزبير بن العوام. ويقول ابن الخطاب: وفيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. فإن سألني عنه ربي قلت: ربي سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سالم يحب الله حقا من قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القرآن الكريم يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره في لحظة حاسمة. يلقى القرآن صاحبه كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك، أنا القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من تعظيم الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام الكبير سنا ومقاما، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، إكرام أهل القرآن من إكرام الله. وهناك نقطة يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يقول لك: أنا لا أحب أن أتقرب من مسؤول. نقول له: اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن المسؤول العادل في هذا الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إكرام الحاكم العادل، إكرام الوالي العادل، إكرام المسؤول العادل تشجيع على العدل. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة
يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أولها أو أول السبعة الإمام العادل، لنفهم ديننا فهما صحيحا، لنشجع أهل العدل وأهل الحق ومن يعملون لدينهم ومن يعملون لأوطانهم أن تأخذ موقفا سلبيا من كل مسؤول، لأنه مسؤول ليس ذلك لا من الدين ولا من الإسلام، إنما عليك أن تنزل الناس منازلها وأن تقدر لهم تضحياتهم وأن تقدر لهم عطاءهم. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله ومن تعظيم الله إكرام الكبير سنا أو مقاما، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وفي الحديث هنا الإكرام لذي الشيبة، الرجل الكبير السن، نعنى بكبار السن، نعنى بهم ونكرمهم، ومنها إكرام أهل القرآن، ومنها إكرام ذي السلطان المقسط. حارت لوصفك أقلامي ومحبرتي يا خاتم الرسل يا مختار يا علام، كل المدائح في المبعوث عاجزة، كل المدائح في المبعوث عاجزة عن المدائح والأشعار والنغم، لكن أتي مدح المجتبى أملي، لكن أتيت لمدح المجتبى أملي بمدحي زادت الخيرات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الفهم في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.